مرحبا أحبابي، اليوم بتعمل أنا وياكم طريقة تحضير الحمص بالفرن بنكهة كتير طيبة ورائعة. هيدا الحمص بديل للشيبسي والبوشار وهيدي الأشياء والشوكولا، للتسالي كتير كتير صحي للولاد بهيدا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا علبة حمص، نص ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة حار ناعم، كمان ملعقة صغيرة بهار البطاطا. فينا نستبدل بهار البطاطا بابريكا، ما في أي مشكلة. وكمان علبة الحمص أنا عم بعملكم طريقة كتير سريعة، فيكن تستبدلوها بحمص حب تسلقوه وتعملوا نفس الطريقة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بدي غسل الحمصات وصفيهم بالمصفاي. كل الحمصات بعد ما غسلتهم وصفيتهم بالمصفاي منشيل هيدا القشر. هلا بحطهم بالجاط وبحط فوقهم البهارات. الحب البنية اللي بهيدا الشكل كمان منشيلها. بحط البهار الحار الملاح، بحركهم. طريقة عن جد كتير كتير طيبة وحلوة هيك بالسهرة للتسالي للولاد، كمان مغذية وطيبة للولاد. بفضل ما تحطوا حر. بنحطهم بالصينية. هلا بحطهم بالفرن. هول الحمصات بعد ما طلعوا من الفرن اخذوا بالفرن حوالي 10 دقائق. حميت الفرن بس من الاعلى وكل شوي حركهم بالملعقة اخذوا هيدا اللون والشكل النهائي. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي احبابي.